لا نحن نبغاك تختار آية اوكي من المصحف. شيخ أيوب، والثالث لو قدر الله عز وجل ورفعت القرآن من الصحف ورفع من صدرك، ما هو شعورك آنذاك؟ والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماء. قوم أعزنا الله بالقرآن، قوم رفعنا الله بالقرآن، نسأل الله لا يأتي بهذا اليوم. وإذا نزع القرآن من قلب الإنسان هذه والله هلاك وخسارة وندامة. وأسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره وأن يعاملنا بلطفه وبإحسانه وبفضله. ولا والله من النعم العظيمة أن الله عز وجل يجعل هذا القرآن بين قلب الإنسان. والله مرات نكون يعني نصلي بالناس في المحراب، لما نصلي بالناس نقول يعني هذا القرآن يعني ما عندي يعني ورقة أو شيء يعني ملموس، الله يقدر أي وقت يعني ينزع عنك القرآن. بس والله إحنا بالقرآن ما نسوي شيء بصراحة. لو حدث هذا الأمر يا شيخ أرى أن حياتي اللي مضت معها طعم، والخوف الأكبر أن يأتي هذا القرآن الذي أحفظه شهيدا علي أمام الله عز وجل. يا حامل القرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ.